من هي مارجو روبي؟ الاسم الكامل مارجو روبي. الوظائف: ممثلة ومنتجة. الجنسية: أسترالية. مكان الولادة: أستراليا، كوينزلاند. درس في كلية سوميرست. البرج: السرطان. السيرة الذاتية لمارجو روبي: ولدت مارجو روبي في دالبي، كوينزلاند، أستراليا، ونشأت في جولد كوست. أمضت معظم أوقاتها في المزرعة العائدة إلى جديها. والدتها سيلي كيسلر معالجة فيزيائية، ووالدها هو دوغ روبي، وهي رقم 3 في أسرة مكونة من 4 أطفال. التحقت روبي بكلية سوميرست وتخرجت منها، وفي مراحل متأخرة من مراهقتها انتقلت للعيش في ملبورن في سعي وراء عمل في التمثيل. وكان أول ظهور لها في فيلمين من إخراج آش أرون، وهما فيجيلانت عام 2008 وآي سي يو عام 2009. عام 2008 بدأت في الظهور بشخصية دونا فيرمان في المسلسل التلفزيوني الطويل نايبرز، الذي بدأ عرضه في عام 1985، وقد لاقى دورها وأداؤها رواجا جماهيريا. ورشحت روبي لعدة جوائز لوجي، وتركت المسلسل عام 2010 منطلقة للبحث عن فرص هوليودية، وحصلت على الفور على دور لورا كاميرون في الدراما التلفزيونية بان آم عام 2011 التي تبث على تلفزيون اي بي سي. البدايات: كان أول ظهور لمارجو على شاشة السينما في الكوميديا الرومانسية About Time عام 2013 مع المخرج ريتشارد كورتيس، وشاركت في فيلم السيرة الذاتية The Wolf of Wall Street عام 2013 الذي يتحدث عن مارتين سكورسيس. الحياة الشخصية: التقت مارجو روبي بالمخرج المساعد البريطاني توم أكيرلي أثناء تصوير فيلم سيوز فرانسيس، وتزوجا عام 2016 في حفلة خاصة. حقائق عن مارجو روبي: نالت مارجو المرتبة 22 في قائمة مجلة ماكسيم للنساء 100 الأكثر إثارة عام 2014. هي من كبار مشجعي فريق نيويورك روجرز للهوكي، كما أنها تلعب كجناح أيمن في أحد فرق الهواة للهوكي. يعتبر فيلم The Romance عام 1993 أفضل أفلامها على الإطلاق. تعلمت روبي حبس أنفاسها لمدة 5 دقائق أثناء تمثيلها فيلم سوسيد سكواد عام 2016. شربت 3 جرعات من التيكيليا لتؤدي مشاهدها الجنسية مقابل ليوناردو دي كابيريو في فيلم The Wolf of the Wall Street عام 2013. مارست رسم الوشوم كهاوية، وبدأ ذلك مع فيلم Suicide Squad، حيث رسمت وشوما على بعض أفراد طاقم العمل وعلى جسدها. وفي سباق الحديث عما فيلم سيسايد سكواد يذكر أنها لم تؤدي أي بروفا له، فقد اعتقد المخرج دافيد آير آن ذلك سيكون أفضل بالنسبة إلى شخصية هالي كوين التي لا يمكن التنبؤ بسلوكها وأفعالها الجنونية. توفيرا للمال، تفضل السكن المشترك، ترفض التعري إلا لأغراض فنية. الإنجازات: شاركت مارجو روبي في الدراما الكوميدية الرومانسية فوكس عام 2015، كما وظهرت في الدراما الرومانسية التي تناولت الحرب العالمية الثانية سويت فرانسيس عام 2014، ومثلت في دراما الخيال العلمي سي ساي فاي دراما زي فور زاتشاريا عام 2015. انضمت روبي إلى طاقم ريتشارد كورتيس في الفيلم الكوميدي الرومانسي About Time عام 2013 إلى جانب دومنيال غليسون وريتشارد كورتيس وبيل ناي. أطلق About Time في المملكة المتحدة في 4 من أيلول سبتمبر عام 2013، وفي الولايات المتحدة في 1 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2013. لاقى الفيلم أصداء إيجابية وحصد 87 مليون دولار، مع العلم أن ميزانيته لم تتجاوز 12 مليون دولار. وفي شهر حزيران يونيو من 2012 أعلن أن روبي كانت تخوض مفاوضات للدخول في فيلم مارتن سكويسيزي عام 2013 إلى جانب ليوناردو دي كابريو وجونا هيل وماثيو ماكونوي. وفي عام 2015 مثلت روبي إلى جانب ويل سميث في الفيلم الكوميدي الرومانسي فوكس، وفي الفيلم لعبت دور رسامة نقوش عديمة الخبرة تتعلم المهنة من الشخصية التي لعب دورها ويل سميث. أطلق الفيلم في 27 من شباط فبراير عام 2015 ولقى أصداء مختلفة، ومع ذلك لقى أداء روبي صدى جيدا، وظهرت صيف عام 2016 في دورين بارزين
الأول هو أداؤها شخصية جين بورتر في فيلم The Legend of Tarzan عام 2016، والثاني هو أداؤها دور الشخصية المهووسة هالي كوين في فيلم Suicide Squad عام 2016. رشحت روبي للعديد من الجوائز، وفازت بجائزة إمباير أوورز عن أفضل ممثلة صاعدة عن دورها في The Wolf of the Wall Street، وفازت بجائزتي النقاد والجمهور عن دورها في فيلم Suicide Squad، وقد منحت جائزة النقاد كأفضل ممثلة في فيلم إثارة، وكذلك الأمر بالنسبة لجائزة الجمهور. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.